ده الماسك بتاع تفتيح هو بيعمل فيا كده من الساعة 9 الصبح since 9 o'clock he is drilling 9 o'clock من الساعة 9 الصبح ماسك الشنيور فوق راسي and if it's not the drill he's using the hammer and now you can hear it on video live evidence اهو انا هاخد الفيديو ده دلوقتي وانط في بطلون واروح للهيد اوفيس اقول لهم help الحقوني مش عارفه انام الراجل اتجنن بيحفر فوق راسي خلاص هو هيموت انا عارفه نفسه يعمل خرم ويفوت الشقتين على بعض عشان يشوف الولايه اللي تحت منه دي تعمل ايه يا يعمل جرار ارض جرار يفتحها انت يقفلها عشان يبص عليا وانا نايمه انا مش بيفهم عربي هو انجليزي اصلا كده كل الفيتامينات اللي انت محتاجاها موجوده فين موجوده في لحم الوفا الكبير الاسد الغول ده غول الغول ده براي